بالضبط في سنة 2016 رقعوني إلى وزارة الدفاع الوطني، بالضبط في مديرية الإدارة والمصالح المشتركة تحت إمرة اللواء مقراني. طلعت للعاصمة. وزارة مقر وزارة الدفاع في تغارة. طوك ترقية في الوظيفة، يعني بالنسبة لك ترقية، لأن خرجت من الصحراء، خدمت الصحراء 5 سنين وخرجت، وطوك منصب دائما تاع سائق في وزارة الدفاع. وش تقول بمن كنت تسوق؟ بطبيعة الحال لما لحقت الأيامات الأولى وما كنت نعرف العاصمة، كنت نخدم لابارمانونس وكنت سائق عادي في وزارة الدفاع الوطني. وبعد ما تأقلمت مع ولاية العاصمة بديت نسوق مع جنرالات، وعرضوا علي خدمة حتى مع جنرالات، أني رفضت. وبعدين بديت نشتغل مع العقيد بالخوجة اللي هو يخدم رئيس مصلحة المصالح الاجتماعية، يعني مدير فرعي للمصالح الاجتماعية بمديرية الإدارة والمصالح المشتركة. هذا العقيد بالخوج. لكن انت كيفاش انت 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 انا ذكرك عندك رتبة الان كبران صح؟ عريف. نعم. وراك في وزارة، كيفاش تقدر ترفض كون يقول لك مثلا تروح تولي سائق تاع الجنرال الفلاني؟ كيفاش كنت ترفض، او كيفاش يقدر العسكري يرفض الا ما يحبش يروح لمنصب معين او مكان معين؟ سهلة هذه بالنسبة للسواق في وزارة الدفاع الوطني، هذا أبسط وأسهل شيء. بالمناسبة غادي نقول هذه الكلمة بالعامية ويسمحوا لي المشاهدين الكرام، اسمح لي أستاذ. تفضل. احنا في العسكر نقولوا دير قلبك. في العسكر هذه مصطلحات يفهمها العسكر، نقولوا دير قلبك، يعني اكذب كذبتك. يعني لما يطلبك جنرال أنك تشتغل معاه وأنك ترفض لما تشتغل معاه، وأنت تعرف بأنه لما ترفض أنك تشتغل مع جنرال أو تعرفه بأنه إنسان حقار وترفض أنك تشتغل معاه، يقدروا يحبسوك ويطلعك، يقدروا يحبسوك ويقدروا يفوتوك حتى التريبينال ميليتير ويدير لك عصيان الأوامر العسكرية. وهذه خارجة نطاق، يعني خارجة عن القانون. نعم. يعني أنا مش حاب نخدم معاك، ما نخدمش معاك بالسيف. العسكري واش يدير في هذه الحالة؟ العسكري يطلعوه مع هذا الجنرال، يطلع فورس ديبرا عليه كما نقولوا، يطلع فورس ديبرا. العسكري واش يدير لما يجي مقلع بالطوموبيل يكاليها بريمير، ولا يكاليها في الدوزيام، ولا يكاليها في التروازيام، ويلعبها كشغل ما يعرفش يسوق. مباشره الجنرال هذاك يقول لهم هبطوه عليا، هذا ما يعرفش يسوق. او كاين حل واحد اخر، يرفد الكابو ويقطع كابل ويطيح الطوموبيل اون بان ويروح يعيش شهر ولا شهرين وهو راقد في الشومبرا وما يخدم ما والو. يعني انتم تفيسوا، هما يتربوا عليكم وانتم تفيسوا عليهم، هذه بعبارة دارجة يعني. طيب راك في وزارة الدفاع درك، خلاص واللي تعرف العاصمة بعد ما قضيت عدة أشهر كنت تسوق برك في سيارة في وزارة الدفاع، لكن الآن راك مع العقيد بالخوجة، والعمل الرئيسي نتاعك وش كان؟ يعني وش كنت تدير العقيد بالخوجة؟ وش كنت تديه للدار، تجيبه من الدار، وشنو هو؟ هما بالمناسبة أستاذ، هما في وزارة الدفاع الوطني دايرين سرية خاصة سرية النقل، هذه تاع التكتيك للعربات المدولبة، دايرين سرية خاصة سبيسيال غير لأبناء العقداء وأبناء الجنرالات. يعني من رتب كاين اللي رائد، كاين دي فوا وين أجيدو عنده وان بوست تاع سكرتير، مثلا سكرتير تاع دحماني، سكرتير تاع دحماني أجيدون، عطيناه طونوبيل ليه وعطيناه طونوبيل لمرتو. هما دايرين ان كومباني سبيسيال تخدم الجنرالات ولاد الجنرالات، وتخدم حتى لي زاجيدون صغار اللي حاكمين دي بوست سوبيريور. اوكي طيب، قبل ما نروحوا لهذه، بمعنى ان الجنرال ما عندوش سياره برك نتاع الخدمه، يعني عنده سائق وسياره تاع الخدمه، ايضا اسرته عندهم سياره وسائق. الجنرال عنده سيارته الخاصة، وعنده سيارة البيت، وعنده سيارة الديبارتومون اللي حاكمه، وعنده سيارة المراسل الكوريسبوندو تاعو اللي يدي ويجي في البراوات، وعنده يعني شي رهيب، وكلش على عاتق الدولة وكلش على عاتق وزارة الدفاع الوطني. اوكي انت الان راك سائق نتاع العقيد بالخوجة هذا، ولكن في نفس الوقت ما كنتش برك سائق به، يعني كنت سائق ثاني تاع الأسرة من حين لآخر، وكنت ايضا يبعثوك من مكان الى اخر. اعطينا فكره وش كنت تديري وين كنت تروح؟ يعني بالمناسبه استاذ برك نقطه، العقيد بالخوجة هذا حامل الجنسيه الفرنسيه. كيفاش حامل الجنسيه الفرنسيه؟ والمفروض انه احنا عارفين انه المفروض خاصه في العسكري، مش برك ضابط، يعني عسكري
لو كان يكون عسكري باش يجاجي لازم يطلبوا له الجنسيه الجزائريه الاصليه. يعني كيفاش يكون عقيد وعنده جنسيه فرنسيه؟ عنده دوبل ناسيوناليتي، عنده الجنسيه الفرنسيه والجنسيه الجزائريه، هو مولود في مارسيليا بالضبط. اه لانه ولد في فرنسا ولكن قابل الجنسيه الفرنسيه المزدوجه. انت هذه لانك تعرف لانك كنت سائق نتاعو، يعني كم بقيت معاه سائق؟ عارفه شخصيا. إيه تعرفه شخصيا؟ حتى والديه ساكنين هنا في فرنسا. بقيت معاه سائق حتى تقريبا حتى اللي خرجت، ولما كنت نعمل مع العائله تاعو يعني استاذ شي رهيب، ديني الحمام، ديني نتقضى يعني باش تتحرك، باش هي تخرج من لاسيتي ميليتير للمحل اللي مقابل لاسيتي ميليتير تشري كرتونه تاع حليب، تنوض على جاك كرتونه تاع حليب، تنوض الكادي وتخسر ليسونس وتخسر الرود وتخسر كل شيء على جال كرتونه تاع حليب على جال 100 متر ماشي برك. هذه مشاوش هما، هذه معناها انت يطلبوا منك هيا هاي مرت العقيد روح تقضي، تديها وين حابه تروح يعني. كي يستعملوا حتى سيارات وزارة الدفاع الوطني، لأنه سيارة وزارة الدفاع الوطني في الكارت غريز مكتوبة السيد وزارة الدفاع الوطني، مكان الإقامة وزارة الدفاع الوطني طاقارة، يستخدموهم حتى باش يدخلوا إلى أماكن وإدارات حساسة. السيد وزارة الدفاع الوطني معناها المالك للسيارة هي وزارة الدفاع الوطني، وبالتالي هما ما عندهم لا أسماء ولا ولو أسم وزارة الدفاع الوطني ومشي حالك. مشي حالك يعني يستخدموا في القوة تاع وزارة الدفاع الوطني، حتى الناس حتى أولاد جنرال واحد أخرين يستخدموا الفيكيل سيرفيس باش يدخلوا إلى وزارات، يدخلوا إلى 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 أماكن حساسة، تكون يعني سي انتردي باش تستاسيوني، انتردي باش تدخل، انتردي يستعملوا لورد ميسيون لو كارنيت بور إلى كارت لا كارت غريز باش يدخلوا لهذه الأماكن، يعني يستعملوا السلطة والنفوذ باش يقضيوا صوالحهم على حساب الشعب بطبيعة الحال، لأنه هذه كلها من أموال الشعب.